اعتقد طبعا مصر قامت بدور رائع في المحنه اللي تعرض لها الشعب الفلسطيني. اولا بنحيي الشعب الفلسطيني على موقفه وعلى صموده وبندعوه للوحده والاتحاد. الحاجه الثانيه طبعا بنحيي الاداره المصريه متمثله في السيد عبد الفتاح السيسي سيد الرئيس العربي المخلص الذي استطاع ان يقف ويحل هذه المساله حل. اعتقد ان هو خطوة إيجابية في وقف إطلاق النار وخطوة إيجابية في دعم الشعب الفلسطيني وفي إعادة أعمار غزة. وبالتالي إن شاء الله إن شاء الله هيوصل العالم إن هو يعترف بدولة فلسطين على أساس الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة بإذن الله عاصمتها القدس الشرقية.